كشفت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عن إهدائها منزلا جديدا لذوي الشهيد أحمد المهنا رحمه الله تعالى بالتزامن مع ذكرى استشهاده الثانية، عرفانا منها بمواقفه الشجاعة في معارك التحرير والاحتجاجات الجماهيرية عام 2019. تشرفنا بتسليم الدار التي تم بناؤها من قبل قسم الصيانة وشؤون الهندسية في العتبة العباسية المقدسة لعائلة الشهيد أحمد مهنا، شهيد الحركة الاحتجاجية وأحد مقاتلي هيئة الحشد الشعبي ومديرية الإعلام، بناء على توصيات وتوجيهات المرجعية العليا من خلال خطب الجمعة بضرورة الوفاء لدماء الشهداء. كل ما نقدمه للشهداء هو قليل بحقهم، ولكن لعله احنا نوفي ولو جزء بسيط من حقهم علينا وحق عوائلهم علينا، وأيضا هي رسالة أننا لن ننسى شهدائنا إن شاء الله. وتبنى قسم الصيانة والإنشاءات الهندسية التابع إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع إدارة فرقة العباس عليه السلام القتالية تشييد منزل بمساحة 200 متر مربع في أحد أحياء العاصمة العراقية بغداد، مشتملا على مستلزمات السكن لذوي الشهيد رحمة الله عليه. نقدم شكرنا وتقديرنا إلى مرجعيتنا العليا وعلى رأسها السيد علي السستاني دام ظله، كذلك شكر موصول إلى العتبة العباسية المباركة وإلى فرقة العباس القتالية. هذه الفرقة والعتبة ما عايفين الشهداء ومتواصلين وياهم، واليوم الأمة اللي تتابع شهداءها تنجح إن شاء الله وبقوة. مشروع عبارة عن دار مساحة 200 متر، 190 متر تحت البناء، عبارة عن بناء هيكلي من مادة الطابوق، يشمل استقبال إضافة إلى غرف نوم طابقاً ونص، إضافة إلى خدمات صحية. الحمد لله بجهود وبكوادر قسم الصيانة تم إنجاز المشروع بالمدة المحددة وبمعونة فرقة العباس القتالية كجهة مشرفة. بدورهم أثنى ذوي الشهيد على مكرمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مثمنين جهودها في دعم عوائل وأبناء شهداء معارك التحرير الملحمية.